ولمزيد من التفاصيل ينضم معنا عبر الهاتف من لندن مدير مكتب وكالة قدس برس عادل الحامدي. أهلا ومرحبا بك أستاذ عادل. بداية، هنالك تطورات سريعة تشهدها جبهة الحديدة بإعلان الجيش اليمني استعادة السيطرة على مطار المدينة، ما دلالات هذا الانهيار السريع لميليشيات الحوثي؟ أسعد الله مساءك وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله يعود العيد عيد الفطر المبارك مرة أخرى، وقد تكون الحرية قد تحققت في مختلف أقطار العالم العربي، وتكون ثورات الربيع العربي التي أنهت حكومات الاستبداد وأنظمة الاستبداد قد حققت جزء أحسابها. بالتأكيد التطورات الجارية الآن على الساحة اليمنية لا سيما في مدينة الحديدة تمثل تطورات مهمة للغاية. هنالك إصرار من دول التحالف العربي من أجل استعادة السيطرة في المناطق الحيوية الرئيسية لا سيما في ميناء الحديدة الاستراتيجي، ومحاولة ممارسة نوع من تضييق الخناق على الحوثيين وعلى داعمي الحوثيين. هنا إشارة إلى أن الأسلحة تأتي إلى الحوثيين عبر ميناء الحديدة من إيران، وهذه ربما هذه محاولة دول التحالف في استعادة المبادرة، وربما أيضا في التقدم باتجاه مزيد من تحصين المحافظات الجنوبية، وأيضا مزيد من الإصرار على ما يسمونه بتمرد الحوثيين. هل يمكن القول أن لهذا علاقة بما قالته الإدارة الأمريكية في شأن تقليم أظافر إيران في المنطقة؟ بالتأكيد هو تقليم أظافر إيران، لكن السؤال الذي يطرح الآن هو هل نحن أمام تقليم أظافر حقيقي؟ بمعنى هل نحن أمام خطوة جدية لإنهاء سيطرة الإيرانيين على مقاليد السلطة في العاصمة اليمنية صنعاء، أم أننا أمام معارك ربما محاولة للإرضاء أو ربما إفراج الحوثيين للحل السياسي؟ ذهاب المنتدى الأممي إلى العاصمة اليمنية صنعاء وأيضا البحث عن الحوار السياسي مع الحوثيين يؤكد مرة أخرى بأننا لسنا أمام خطوة. طيب أستاذ عادل، الحوثيون يتكبدون خسائر كبيرة في معارك بمحافظة البيضاء بحسب الجيش اليمني، يعني هذا التراجع الحوثي هل هو في هاتين المنطقتين فقط والمحافظتين عفوا، أم أنه يمتد إلى مناطق أخرى في اليمن؟ الحوثيون ينزفون في كل مكان في اليمن، ولا شك أن وضعهم الآن هو أكثر صعوبة مع الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا معها دول التحالف العربي على إعادة المبادرة، لكن هل هذا كما قلت لك يعكس خطوة جدية من دول التحالف ومن الولايات المتحدة؟ ربما هنا في بريطانيا الحكومة البريطانية أعربت عن ثقتها وعن خجلتها من أن ما يجري في الحدود ربما يسبب بعض التجاوزات، لذلك لا يمكن الوثوق بأن هذه الخطوة هي خطوة لإنهاء ما يسمى بتمرد الحوثيين في اليمن، حتى نتاكد من ان الامم المتحده انما تسعى الى الهدف وليس الى جر الحوثيين للحوار السياسي او الحوار السياسي قبل انهاء سيطره الحوثيين على العاصمه وقبل القائهم السلاح. يعتبر كلام ليس له جدية واي معنى فيه. قوات التحالف العربي تؤكد استمرار عملها مع الأمم المتحدة لضمان وصول الوقود والمساعدات وتدفق الواردات إلى الحديدة، هل هذا يعني أن معاناة الأهالي هناك قد انتهت؟ هذا الإعلان هو عملية محاولة لإزالة مخاوف الغربيين من أن الهجوم العسكري على الحديدة قد يسبب مزيد من الالام والمعاناه في المدنيين هناك في مدينه الحديده. هنالك خشيه من المجتمع الدولي من ان الهجوم العسكري لقوى التحالف قد يسبب مزيد من الانتهاكات في صالح او ضد المدنيين المقيمين في الحديده، لذلك عندما بدا الهجوم العسكري ايضا بدات معه عمل انسانيه في محاوله للتقليص من مخاوف الحقوقيه الحديده. هل السؤال الاستراتيجي والحقيقي هل المعارك العسكريه او الانباء العسكريه التي نتلقاها الان من جهه واحده وهي قوى التحالف هل هي انباء مؤكده؟ بمعنى هل التقدم
العسكرية للحكومة التابعة للرئيس عبد الرب المنصور هذه تمثل موقف التحالف أم أنها موقف الإمارات العربية المتحدة لوحدها؟ هذه هي مجموعة من الأسئلة التي تحتاج إلى أجوبة لا نجدها إلا لدى قوى التحالف. من لندن مدير مكتب وكالة قدس برس عادل الحامدي كنت معنا، شكرا جزيلا لك.